فبدنا نشتغل سوا. بدكم تشتغلوا لي شيء هون بالمحل؟ يلا رح نشتغل سوا. جود مورنينج. جود مورنينج، اهلا وسهلا. انتوني والكرو، اهلا وسهلا فيكم بالمحل. ان شاء الله تكونوا طبيعيين. نحن هلا بالمنطقه العلميه بالكونزرفيشن زون، اللي هي فيها عده اسس. اول شيء اذا ملاحظين انه في غطاء نباتي، طبعا هلا بموسم انه ببلش ييبس، بس هيدي المنطقة من 10 سنين كانت ما بتشوفوا إلا رمل، لأنه الغطاء النباتي كان متدهور. بس بما أنه عملنا عليها حماية، رجع الغطاء النباتي غطى كل الكثبان الرملية. فيها نظامين إيكولوجيين بنفس هيدي المنطقة، هيدي أهميتها. فيها ساند ديونز إيكو سيستم، واللي هو رجع تعافى من بعد الحماية. ومثل ما ملاحظين نحن عم نمشي من ضمن تريل لحتى ما نعمل ديستربنس للفلورا والفونا كمان تاعيت هيدي المنطقة. والنظام الايكولوجي الثاني او ايكو سيستم هو الويتلاند، اللي على اساسه تصنفت المحمية كرامسار سايت، اخذت هيدي الديزيجنيشن. بس بدي هلا بما انه مارقين من هون الفت نظركم انه بهيدي المنطقة في عنا منلاقي كسر بنا في آثار هون، فمش مسترجلين نبحث على الآثار حتى ما يصير منطقة أثرية للسياحة الأثرية. خليناها بس إنه في أهمية أكبر من قصة بس أشياء طبيعية. هلأ إذا منلاحظ في مناطق خضرة بالمحمية اللي هي ريد بادز القصب، هاي دليل وجود المستنقعات المي الحلوة اللي مثل ما حكينا على أساسها مصنف المحمية كمنطقة رطبة، يعني بنصنف في رامسار سايت. أكيد رامسار سايت مش بس لوجود شو يعني؟ الناس يمكن ما بتعرف، يعني في اتفاقية صارت حسب ما بذكر بسنة 72 بالأمم المتحدة مدينة رامسار، اللي هي مدينة أو منطقة كبيرة بإيران فيها مستنقعات حلوة من المياه، يعني فيها ويتلاند. وهذه الاتفاقية إجوا العلماء لما صاروا قيموا قد إيه أهمية المناطق الرطبة، واتفقوا إنه يحموها بموجب اتفاقية دولية ضمن شروط معينة. وأكيد لحتى يتم حمايتها لهيدي المناطق بدها تكون مصنفة إلى تصنيف، يعني بدها تكون إلى كواليفيكيشنز، معايير معينة على أساسها تكتسب هيدي الصفة من الأهمية، وبالتالي بصير فينا يعني نحميها تحت هيدا إطار هيدي الاتفاقية. فمحمية شاطئ سوري الطبيعية فيها هيدي الخصائص، وعلى اساسها هي مصنفه كمان كمنطقه رطبه. مثل ما ملاحظين هون في قصب وفي لهيديك المال، هيدول دليل على وجود يعني المستنقعات اللي بينمى عليها هيدا القصب. واهميته دائما المناطق الرطبه هي موقع لتنوع بيولوجي غني جدا، ومن هون اجت الاهميه تاعيتها. وكمان تعطي نحن اللي بنسميه كنظام ايكولوجي لما بيشتغل صح بيكون معناته عم يعطينا فوائد بيئيه نحن عم نستفيد منها كبشر وكمان كتنوع بيولوجي. وهيدي الفوائد هي بلاش، يعني هون بيجي اهميه حمايتها. جريت. طيب بدي اعمل انتدكشن، بلشنا دغري هيك بالعرض وما خبرنيكم احنا وين وقديش عندكم اشياء اليوم رح نتعلمها. اليوم عنا فول باكج، فول فلج. عنا رئيس محمية، رح نتعلم عن المحمية. نحن اليوم محمية مديرة المحمية، نحن اليوم محمية سور، محمية واحدة من اكبر محميات لبنان، من احلى محميات لبنان، لانه فيها مي، فيها شط، فيها بحر، وفيها كمان الارض. فهلا بنحكي عن كل التفاصيل. معنا مارك تيخبرنا شو في بايو دايفرسيتي بهيدي المحمية، ونحن واقفين هلا على رمل. كيف الرمل معبى بلانتس، وبتشوفوا شو هن. ومين معنا كمان؟
معنا ماركوس. وعن جد يعني أربعتنا صرنا نعمل قاعدة بنلعب ترنيب فول فلاج. شو رحنا بلشنا هلأ عبكرة الصبح وعينا ساعة أنا وعي ساعة 4:30 5:15 التقينا وبقينا ماشيين لهون عم تشوفوا صن رايز منصور قبل ما تشوب وقبل ما تبلش رطوبة. فرح نبلش رح نلحق على الكل رح نعمل تقريبا مينيموم ساعة سوا ورح نشوف أهمية هيدا المنطقة كيف فيكن أنتوا تحافظوا عليها كيف فيكن تزوروها كيف فينا نتركها للأجيال اللي جاية وقديش اليوم مهمة لبلدنا لبنان. ريدي؟ من قال لي؟ في ناس سألك سؤال قبل ما نكفي كم بدي فرجيهم 360 فيو من هون بس هولي شو قصتهم؟ هولي أكيد بتعرف بيجوا على رطوبة وهولي من ضمن هيدا الإيكو سيستم لأنه إحنا على البحر فعندك الكوكياج هيدي اللي بتعيش به على المناطق الساحلية على إيكو سيستم رملة بما أنه هذا الخشب بيبقى رطب شوي فهو بيجي بيعلق عليه وأكيد نحنا منحب نخليه أكيد. طيب قبل ما نكفي بليز عارفين عن حالك كم سنة صار لك بالمحمية وهيك شوية تفاصيل عن المحمية كبرى كذا قبل ما نقلها. دكتور ناهد مسايلب أنا مديرة محمية شاطئ صورة طبيعية صار لي سنتين مستلمة الإدارة. المحمية هي الوحيدة بلبنان اللي تجمع ما بين الحماية الشاطئية والبحرية في مساحة شاطئية أو برية 3.8 كيلومتر مربع بتتقسم لثلاث أقسام ذات استخدامات مختلفة وعندنا البحر المنطقة البحرية بتمتد على 113 كيلومتر بحري بعمق 12 ميل بحري بالبحر وعلى طول المنطقة الساحلية. المنطقة البرية بتتقسم لمنطقة سياحية اللي هي بتتضمن شط صور الشهير المعروف يعني استخدامه سياحي ولكن أكيد سياحي مع احترام الشروط البيئية بأقل ضرر بيئي ممكن. بيرجع المنطقة العلمية اللي نحن هلأ موجودين فيها اللي فيها مقومات مهمة جداً للحماية عشان هيك نحن مسكرين على الجمهور على الببليك ما بيقدر يفوت عليها بحرية مثل المنطقة السياحية وفيها عدة مقومات بتأهلها لأنه هي مصنفة رامسار سايت يعني منطقة رطبة إلى أهمية كويتلاند فعشان هيك هي أخذت هيدي الصفة وإلى حماية خاصة لأنه فيها مستنقعات المية الحلوة اللي بيربى عليها قصب والقصب هو جاذب للطيور وعشان هيك نحن حطينا مخبأ لمراقبة الطيور بيرد هايد ووجهني صوب القصب اللي هو يعتبر موئل للطيور ونحن هلأ على فكرة بموسم هجرة الطيور والمحمية بما أنها تقع على الشاطئ هي ممر كمان مهم للطيور المهاجرة ومن سنتين من بس بلشت أنا بالمحمية بلشنا نعمل دراسة لطيور المحمية وحسب دراسة الخبير بالطيور دكتور غسان جرادي انه طلعت المحمية كمان مؤهلة انها تكون important bird area IBA وهلا عم نشتغل على الملف رح ننزل نشوفهم رح نفرجيكم اول شيء 360 view تتعرفوا نحن وين رح تشوفوا هلا بعد شوي اطول شط رمل بلبنان اعرض شط رمل بلبنان أنظف شط رمل بلبنان بس كمان المحمية مش بس رمل المحمية كل هول اللي شايفينهم هلأ بنحكي عنه ونحن ماشيين على هيدا الطريق تننزل هلأ على الشط إن شاء الله نشوف تيرتلز معقول نشوف تيرتلز أو ما منشوف تيرتلز ليش ما منشوف تيرتلز؟ لأنه التيرتلز هم عايشين بالبحر بيجوا من منتصف ماي للتعشيش على الشاطئ الرملي وهيدا واحد من الخصائص اللي بتميز محمية شاطئ صور انه عندها هذا الشاطئ الرملي النظيف والمهم اللي بيستقطب السلاحف خلال الموسم التعشيش لحتى يحطوا بيوضهم ويتركوها فبتيجي بهذا الموسم اللي هو من نص ماي بتصير بتحط البيوض بتعشش وبتفل يعني ما بتقعد بتحضن البيوض اللي لها
بعد 55 يوم للسلاحف اللوجر هيد يعني ذات الرأس الضخم او 65 يوم للسلحف الخضراء بيصير التفقيس، ببلش التفقيس. نحن هلا على نهاية موسم التفقيس، والتفقيس عادة بيصير وجه الضوء يعني ما بين الساعة 2 لساعة 4، فبدي يكون حدا ناطرون. هلا نحن بعد في عنا ناس واحد على الشط هون مقابل هيدي المنطقة ناطرين يفقس تقريبا ب 14 الشهر، فرح نخيم يكون عنا فريق رح يقعد يخيم بانتظار هيدا العش لحتى يبلشوا يفقسوا لحتى نعمل شوية تصوير. هلا بدي الفت نظر المارين بيولوجيست لا هاي هو بده يقول لي شو هم هيدول. يلا تفضل. هذا شيء كتير مهم موجود منه هون وموجود منه بجبال. اجتمعت الدكاترة وتنشوف مين وموجود منه بجبال بس في فقط بمدينة سور صوب البور هونيك بس في منه عايش مش ميت. عم نحكي عن ايه هون؟ عن هيدا اللي بتبين صخرة. هيدا بتبين صخرة؟ جرسته لايف بتصور. ايه شو؟ صخرة ما فهمت هاي شو الصخرة يا ماركوس؟ شو هي هاي؟ هاي هي حيوان بحري من القواقع اسمه مش حاضر بذهني هلا، بس هيدا هو اللي بيعمل مصاطب اللي بتبين مثل المصطبة بجبال وبالبترون في منه، بس هو ميت هونيك عنا بسور بحر سور عايش. هو من جوجل مين وال مارك مين؟ شو عم نشوف حوالينا؟ اول شيء الرمل شو بيعملنا، الشوب شو بيعملنا، الجو شو بيعمل، شو في نباتات او عشب whatever. ما بنشوف الا لهون. هو اهم شيء بهيدا المحمية اللي هون هو انه نحن عم نشوف اذا بدك اكزاب كيف كان بركة الشاطئ بلبنان وين ما كان. هيدا شغله مهمه. يعني بتطلع عم نشوف نحن رمل، عم نشوف شتى حد الرمل، هول مهمين كتير نحافظ عليهم جدا. هيدا عم نشوفه، عم نشوف كيف محمية كيف كان شاطئ تبعنا كيف لازم يبقى. الشغلة التانية بهالمحمية المهم كتير يلي عم بيحكونا عنه كانوا قبل يلي هو ان هون عنا إيزاب كيف هي شغلة فيها تكون محمية نفس الوقت الناس تستعملها وتقطع فيها حتى في مطرح فيها زراعات. يعني هيدا الشغلة كتير مهمة. هلا إذا ما نحكي عن الفلورا هون المحمية بتتميز بكل النباتات اللي بتطلع حد البحر يلي هن كتير صعبين أصلاً يكون في نباتات حد البحر لأنه عنا الهواء المالح يلي بيجي في عنا ملح كمان على هيدي النباتات فهيدا بيخلي أنه تكون صعبة. يعني إيكوسيستم صعب لنبات تعيش بقلبه. هلا تقريباً إذا بدك أنت نفهم النباتات اللي شفناهن بجزيرة الأرانب مثل البانكراسيوم إذا شفناها بعد شو بدي لك عليها بتتميز بالتيفها بتتميز بالقصب. في نوع اسمه أفوربيا باراليس كمان موجودة هون. الأهم هو إنه نحن عم نحافظ على إيكوسيستم بمطرح يعني ما بقى عنا مثله بلبنان كتير هالقد كبير على شاطئ دغري. والأهم شيء إذا بتقلي أنت بشو تتميز محمية سور أنا نخلي للأجيال الجاية كيف كان الشط اللبناني وغير هيدا نفرج إكزامبل على كيف بنقدر نستعمل بمنطقة مطرح تكون فيها تيرستيك أريا يعني مش أنه أوكي منو حدا يفوت ناس بعدها بتسبح مطرح برأس العين إذا بعدنا رحنا منفرج كيف فينا كمان نزرع حد محمية وكله سوا نكون عم نحمي عم نزرع عم نستفيد اقتصاديا والناس تحافظ على هذا الشيء الحلو. كنا عم نحكي عن قبل شوي بالسيارة كنا عم نحكي عن مي حلوة مي حلوة بتلتقى بالبحر مع مي مالحة. شو بتخلق هونيك؟ هيدا بيخلق أول شغلة على مستوى البيودايفرسيتي وعلى مستوى الإيكوسيستم. إيكوسيستم كتير فريد يعني لأنه النباتات اللي بتعيش بالمي حلوة غير النباتات اللي بتعيش بالمي المالحة أكيد أو حد المي المالحة. فهيدا شغلة مهمة. هلأ بعدين إذا رحنا من غير سايت في عنا برك رأس العين كمان يلي كتير حلو نشوفهم في ووتر بوندز وكمان عم تخلق ايكو سيستم تاني. يعني هون اذا بتطلع ما عنا شجر ما عم نشوف شجر عم نشوف كتير نباتات بدنا نخ نمشي كمان دائما عم نقولها ليتلي انه نحن لو بغير سيزن كنا عم نشوف كتير قصص مزهره وحلوه هلا ما عم نشوفها. هلا قريبا في عنا البنكراتيوم بدها هلا موجوده مفروض تكون يعني هي 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 شفناها انا وانتوني بجزيره الايران من جمعه أوكي. يلي هي بلبنان بتزهر من اوغست لاكتوبر يلي هيدا شغله كتير مهمه. البنكراتيوم اللي عم تقول عنها بسموها سي دافدل او سي ليلي يلي هي
شمينا ريحتها كمان تذكر جزيره الارانب كمان موجوده هون. سو هيدا تبع البصله سو هيدا الميلانج بين يعني كل هالايكو سيستم. طب شوف قديه عم نشوفها صفير يعني لازم بعدين هيك نبقى نفرجه كم عصفور. سو في ايكو سيستم فريد من نوعه. لا بتطلع على شمالك وعلى يمينك اذا بتبرم بتشوف هيدا الاخضر اللي كثير قوي عم شوفه هو الطيون يلي كمان هيدا نبتك المفضلة دائما بنحكي عنها بينما مكان يلي هو كمان سيني انه شوي في ديجراداسيون يمكن لانه مثل ما كانت عم تقلنا قبل انه هول جداد عم بيطلعوا دعوسوا خبارسوا. اذا بدك الايكو سيستم هون عم بيتكون مش وين ما كان مكون. بتطلع مطارح ايكو سيستم القصب وعلى الاخر مبين التيفة اللي شفناها بعميق سماف اذا هلا عم ببينوا كلهم على الكاميرا. بس انه قلته كتير مهم انه الصور مش بس محمية لا يعني حد البحر هي لأن it's wetland. so كمان هون في مستنقعات يعني أرض رطبة مش هناك كمان في مي حلوة في نباتات المهم كتير. والأهم من كل هيدا هو أنه very important bird area. إذا بتبرم كمان هون بين علينا الكاركس يلي بتشوفها هيك هلا هون مثل هيك هو مثل هيك الأصبات صغار هي كمان نباتات الوتلاندز يعني نبلش نقرب على هذا المكان. يعني هون تقريبا عندك مثل عميق بس بدل ما تكون بنص البقاع على الشو شوبات بقاع عندنا البحر قدامه فبعد دايفرسيتي غير يعني جزيرة الأرانب وعميق مجموعين بمحل واحد. هيك هيدي هي رائع. قديش وعي الناس على أهمية محمية سور؟ قديش بتحافظ على محمية سور؟ قديش الناس هون حوالى المحمية واعية عن انه عندهم كنز هل بيحافظوا عليه؟ هيدا الشيء لنكون صريحين بعده كمان عم يتطور بعده مش كتير مأسس بس عم نحاول نخلق هالعلاقة مع الستيك هولدرز ومع الناس المحليين بعبر مشاريع هلا عم ننفذها نعمل هالديالوج معهم ونعمل نفتح لهم آفاق ونوعيهم على البنكراتيون رح اسمح لحالي بس فوت نقزة. ريحتها رائعة يعني. ريحتها كتير كتير حلوة. أنا بدي. نوع من البصل البري إذا فينا. يعني هيدا النبتة هي معرضة هي منا endangered بالعالم معرضة لانقراض بلبنان لنبطل عنا كوس إذا بدك. الناس بتفكرها هيك إنه بتخدها بتقطشها وبتعطيها لصاحبتهم لصاحبتها. هي كمان endemic. لا مش للبنان لا هي ميديترانيان بس اتس مانا نوت مانا معرضة نوت ثريتند يعني نوت ثريتند وورلد وايد بس بلبنان ما بقاش كثير لازم نحافظ عليها يعني اسمها سي دافودل او سي ليلي بانكراسيوم ماريتيم كثير عم يلفت لي نظري هو الكوكياج بيمشوا بعربشوا البحر بيجيبهم الهواء بيجيبهم ما بعرف بس في منهم وين ما كان لانه في رمل ولانه في رطوبه فهن هيدا هو الموئل الطبيعي اللي لهم فبتلاقيهم بيزحفوا بيعربشوا على اي شيء رطب وبيعلقوا عليه واكيد يعني هم من الغنى الطبيعي الجيد لهيدا يعني الساند ديونز وللوتلاند وكمان وجودهم بيعني انه الايكو سيستم معافى منه مهدد. هلا كنت عم تسالني عن العلاقه مع السكان المحليين كل المحليين أكثر شيء بيعرفوا المنطقة السياحية وهيدي العلاقة اللي عم نحاول نخلقها معهم. نحن في عنا تنوع بالستيك هولدرز لأنه عندك السياحة عندك البحر والصيادين وعندك المزارعين فهيدا التنوع كل نوع من الاستخدام للأرض أو يعني البقعة اللي هم فيها في إلى ستيك هولدرز خاصين فيها وهذا اللي عم نطوره لحتى نفرجيهم انه الحماية لهيدي المناطق وللتنوع البيولوجي اللي فيها هو لمصلحتهم بالنهاية مش انه نحن عم نسكر منطقة بس لنحميها همنا الارض همنا السلحفة مش همنا الصياد مش همنا المزارع مش همنا السائح نحن بدنا نطور الخدمات ونحافظ عليها لإلهم يستخدموها بشكل جيد وكمان للأجيال اللي جاية لحتى ما نحرمهم منها. اوكي جاي لعندك كمان كيف طالعين من الأرض غير البيض يعني تحت هو لزيتون؟ لا غير شيء بالمرة كثير حلوين يس واحد بيتفاجئ يشوف انه في هواء جاي معه ملح هالقد
رمل يلي هو كتير حار بس بيطلع فيه جمال طبيعة ونباتات حلوة. كلهم بدهم يزهروا يعني باينين هون، في منهم حتى صار فروتينج ستيج، يعني ليك هون عم شوف الزهرة وهيدا الفواكه تبعها وهيدا الفاكهة بصير يقشط بالأرض وتتكاتر وتمشي. ليك شو حلوة. بيوتيفل. تنقول إن إحنا عم نطلع من التريل لدواعي علمية، عادة ما لازم نعمل. عم نروح حدا يطلع من التريل. حبيتها هيدا مارك، دواعي علمية. أجل. كنت تحضر فلومة مكسيكية أنت وصغير. إذا ماركوس، إذا حدا بده، إذا أنت بيرسونلي طلعنا على جزيرة الأرانب أقصى شمال إذا فينا نعتبر، اليوم نزلنا أقصى جنوب كمان إذا فينا نعتبر عصور، شو الفرق بين اثنين بالإيكو سيستم، وأنت يمكن شو بتفضل أو كل واحد شو بيتعلم وين؟ ليك هلا عم نحكي نحن المنطقة البرية، نحن كلها شط رمل، دائما بنعرف إنه شط رمل ما بيكون غني مثل الشط الصخري كثروة سمكية والبيئة البحرية. سو انا بالنسبه لي الاغنى هي اكيد جزر الارانب، لانه كعبه وبحره صخر، فبقى هذا الشيء بيخلي البايو دايفرسيتي اكبر واغنى بكثير من نشاط رمل. هلا لما نطلع لبرا اكيد رح يكون عندنا صخر، رح يكون عندنا. كنا عم نحكي انه هون المنطقه الوحيده اللي محميه 100%، وحتى الصيادين ممنوع يفوتوا. هون الصيادين هون مش اسمعنا. انا بتعجب انه دائما عندنا، انا بعتبر انه المشروع من اساسه بعقد، بس اللو انفورسمنت يعني التطبيق القانوني مش عم بيكون، هذا الشيء كثير بهمني انا اكثر من انه بس القوانين تنحط وينعمل. انا بفضل انه القانون يطبق بطريقه مضبوطه، والشغل المعمول حرام يروح ديعان كرمال انه ما يطبق مضبوط القانون ويكون مضبوط محميه مثل ما لازم تنحمها. بس عندنا ثروات بلبنان غريبة، إذا ما العالم بتجي بتشوف بعينها ما بتستوعب قديش مهم الواحد يحمي وقديش الواحد يكون ديفوتد للطبيعة ويحمي الطبيعة ويتصرف بطريقة مضبوطة بس يكون بالطبيعة. ليك شمال ويمين الدافي من ال الكونكريشن. هلا اذا رجعنا شفنا قبل ما حكينا عنا البيضة كمان سموها سي مورنينج جلوري، ده حلو اسمها اللي بتطلع كمان هون، والبذر اللي فرجتك اياه هون بيتكاتروا باي فلوتينج، يعني لما بتجي المي هي بتمشي البذرات بترجع بتحطهم مطارح ثانيه لكمان تثبت. سو ليك الدافي اساس البيضة الحلوه. وعم نقرب على نبتة كمان كتير مهمة هونيك، نبتتين هلا عم نرجع نحكي عنهم. وهون عنا الكاركس، هيدي لما بتشوفها يعني انت عن جد بوتلند. هيدا النبتة اسمها بالعربي بيقولوا لها النعس، مش هيك جاية مثلا كلمة نعس بكفاية اخبار يعني ما تعرف في ماي، اسمها كاركس باللاتيني. اوكي. الماي اللي بنلاقيها هون بالوتلند هي ماي حلوة من تجمع الشتاء او البحر بكب لهون؟ لا، هي مستنقع، معناته ماي حلوة، ولانه الرمل موجود بيعطيها بنقي المي، يعني مش هي جاية من مية البحر قد ما هي جيولوجية إذا بدك الأرض تسمح بتجميع المي بهذه المنطقة من الشتاء إجمالا، عشان هيك نحن بنلاقي إنه هي بالصيف بتخف كتير وبالشتاء بترجع كتير بتكبر بقع المي. عم نشوف هون ساند ديونز. ايه، هاي كايكو سيستم ساند ديونز. لما بنحكي نحن ساند ديونز مش عم نقول بس رمل، انه والله حبيت رمل وموجودين ونحن مبسوطين فيهم. نحن عم نحكي كنظام ايكولوجي متكامل. يعني شو؟ يعني في عندك مكان ذو خصائص فيزيائيه معينه، على هيدا المكان مع خصائصه في تنوع بيولوجي من النباتات ومن الحيوانات ومن الطيور معين بيعيش بهيدا المكان بهيدا الظرف المناخي، وهيدا التنوع البيولوجي هو بعلاقات انسجامية ما بين بعضه. يعني في أنواع بتتغذى على أنواع تانية، وفي أنواع بتعمل خدمات لأنواع تانية. لما بيكون كل هيدا النظام وكل هيدا الكائنات منسجمة مع بعضها
بيأدي كل النظام الإيكولوجي لخدمات بيئية مجانية. فعشان هيك نحن بنحافظ على النظام الإيكولوجي كله، مش بنحافظ على نبتة واحدة أو حيوان واحد. أحياناً بيكون حشرة صغيرة مهمة جداً بالنظام الإيكولوجي وبالتوازن الطبيعي الموجود فيه. مثلاً في أنا بعرف بخبرية المزارعين، بعض المزارعين والصيادين، إنه والله هذا العصفور أنا بقوسه لأنه مش حلو بشع، بس هو بيعرف إنه هذا العصفور بيأكل الدودة اللي بتجي على النبتة اللي هو زارعها لحتى يأكل من وراها، ولولا وجود هذا الطير اللي مش عاجبه شكله ما كان في هذا الانتظام وهذا الانتاج الجيد اللي عنده. فنحن لازم نحترم كل كائن داخل هذه الأنظمة الإيكولوجية لنحافظ عليها لحتى تضل تعطينا هالخدمات البيئية اللي ببلاش. نحن شو يعني بنحكي خدمات بيئية؟ يعني عم نحكي هواء نقي، عم نحكي دورة الأكسجين، دورة الماء، عم نحكي النباتات اللي نحن ممكن تكون مصدر إنتاج لنا وغذاء لنا، وعم نحكي خدمات للحيوانات كمان اللي موجودة بشكل إنها تضل مستمرة عايشة وكمان تعطينا هي الخدمات المجانية اللي نحن ما منحس فيها إلا لما نفقدها. فالمحمية بشكل عام عم بحكي يعني كل المحميات الأهداف تاعيتها ما هي إنه ولا نحن مننقي عنصر من عناصرها ومنحميه، قد ما نحن منحميها بمفهوم هلأ عم يتطور أكتر. صارت المحميات بتعتمده اللي هو ecosystem based approach، يعني مقاربة الحماية المعتمدة على الأنظمة الإيكولوجية، ناخدها ككل مش كشي معين، ولو انه احيانا منركز على شي معين. يعني الشاطئ الرمل العريض الموجود بهون هلا اللي رح نطلع عليه هو جاذب ومناسب جدا وموئل للسلاحف البحرية اللي تجي تعشش فيه. فانا اوكي باخذ السلاحف كعنوان، خاصة انه السلاحف البحرية هي مهددة بالانقراض عالميا، وانه نحن محظوظين بيجي نوعين من السلاحف اللوجر هيد والجرين تورتل بيعششوا عنا على شواطينا، فنحن منركز عليهم لنحميهم، وبالتالي نحن بنكون عم نحمي كل هيدي المنطقة مش بس السلاحف، بس بناخدها كرمز واكيد بناخدها كتشديد عليها لانه هي كتير مهمة. بالدرب بيكون نحن حمينا كل هذا السيستم. وصلنا على اللي مارك بدك تخبرنا عنه. يلا اللي كنت عم بتقوله رح اقول لك عنه مش عم خبرك. سو هيدا اللي هون اسمه ايرانجيو ماريتيمم، يلي من الضيعه من لبنان بيعرفوا القرص عنه. هيدا قرص عنه بس تبع البحر، اوكي؟ فعم شوف عليك قد هون مهمه كذا مطرح حد بعدهم. وبيرجع دغري حد اذا بنمشي شوي بدك تفرجي هول القرص عنه خلينا هون، وطالع ما رح اقرب لهون لانه مطرحها هيك ضابط حدهم. هيدا يلي اسمه فورديا باراليس، عم شوفها هون كمان شفناها بجزيرة الأرانب. هولي منهم معرضين للانقراض عالميا، بس بلبنان ما بقى في مطرح غير هون تقريبا، بتشوفهم كلهم سوا مع البانكراسيوم. سو عم بتقولوا كانت ناهد هو اللي كتير مهم، انه نحن هون عم نحفظ على ايكو سيستم معين. يعني انا هيدا شايفة مطرح 2 3 هيك بلبنان، بس هيك حد بعدهم ما بتطلع تقريبا غير هون. هيدا المهم اللي عم نحافظ عليه، واهم شيء عم نحافظ عليه هو الايكو سيستم تبع الساند ديونز، يلي هيدا ما بقى في منه بلبنان. يعني نحن متصور انه هيدا الاونلي ساند ديون هالقد كبيره بلبنان، وإذا بعدين طلعنا وقت نفسر قديش ساند ديونز مهمين للطبيعة وفلتر ووتر ولا 100,000 خبرية تانية، كيف بيحافظوا على النباتات اللي وراهم. يعني بتطلع كيف هونيك على الرمل ما في نبات، في الساند ديون اللي هي عم تحمي كل شيء من بعدها، بتشوف النباتات اللي فوق يلي هن عن جد الوحيدين بركل فيهم يعيشوا هون. إذا قررنا شي نهار نرجع نشجر أو نزرع أو خبار على الرمل عندنا بلبنان، هيدا إكزامبل شو الطبيعة عملت. بيوتيفل. صباح علمي بامتياز، وشي كتير حلو. وصلنا على البحر على أساس أنه نحن منبلش ودغري ننزل على البحر، صار قاطع نص ساعة علم قبل ما نوصل على الميات اللي وصلنا لهم هلأ. مينوال بدي أقلكم أنه اليوم أول مرة نستعمل the new system of microphones اللي لازم يعطيكم صوت كتير كتير حلو كتير نقي، ما بقى حدا يبين صوته واطي وحتى صوت الطبيعة. إذا بدكم عملوا لي كومنت تقدر تشوف إذا الصوت على ذوقكم. We're almost there and improving continuously. خلينا نكفي نشوف مبدئيا اطول شط رمل، فرد شط واعرض شط اكيد يمكن بلبنان وبكل المنطقه.
That's not fun. Oh. كنا نضلنا عم نصور هيك 3 ساعات. So soothing. وراي السور يلي عم تشوفوها بالاخر سور، هيدا هو الشط اللي عم نحكي عنه يلي عرضه تقريبا 150 او 200 متر، هلا رح نحكي عنه بعد شوي. الرملات كتير حلوين، بتضلكم عم تمشوا up to 50 متر لقدام بلا ما تغرقوا بالمي. الكونتراست اوف كولرز وخاصة ساعة بيكون هالقد رايق كتير حلو. من هونيك بتشوفوا انه اخر لبنان، خلصنا هيدا الراس وراء فلسطين المحتلة وهيدا المخيم. هيدا نحكي جغرافيا، بدي احكيك عن يعني احنا والافراد هيدا عامل للمحمية لانه احنا بنحكي عن المنطقة الشرق، صدقا انا بقيمه قد 10 عمار لانه ما بتجي على الشط الا ما بتلاقيهم بشوف ربي، وبشتغل من طوع الضوء لتحت الشمس بيرضي بكون موضع في الموضوع. ليه عم بحكي انه في موضع في الموضوع؟ لانه الشط مع الموج بيصير كثير يعني نسبيا يعني. بشكل انه ممكن يبين والله الشط انه حدا موثق بفكر انه حدا جاي طيب خلينا نحكي جغرافيا عن هذا الشط، بس بدي اقول للكل انه لانه هالقد مريح صوتي وصوتك وطي واحد مش ما بقى عم يسمعونا، مش معقول احتراما لصوت الطبيعة بطلنا عم نعرف نحكي، فرح نرجع نعلي صوتنا وبحماس نخبرهم عن هالمنطقة كلها سوا طولها عرضها وكل التفاصيل. المنطقة العلمية
تقريبا 1500 واكيد بيتراوح العرض ما بين 200 ما ل 400 دينار بالمنطقه اللي عندي. بعد كده ممكن بيقع على مثلا من رشي الجيل اللي هو بيقسم المحميه بالنص وجنوب المخيم في عندنا منطقه دراسه العين كده عندي بالمتابعه صوت الموج لدرجة عالية انه الكل بلش كومنت بدنا نسمع بدنا نسمع بدنا نسمع فراح نرجع نبعد شوي لانه واو بليز ريبيت خلينا نرجع نبلش منه ثانك يو جايز سوري كله ميوت للبحر بس كثير حلو كثير كثير حلو بعدنا عنه شوي يلا الناس بتشجع ما بدها تسمع مش بدها تسمع ما بين منطقة سياحية ومنطقة علمية وهيدا أول سكشن من المحمية تقريبا بيطلعوا 2 كيلومتر مربع والمنطقة الزراعية التابعة للمحمية هي 1.8 كيلومتر مربع أكيد موجود فيها مزارعين عم نحكي نحن عن تنوع باستخداماتها للمحمية وأكيد تنوع بالأشخاص اللي بيستخدموها وعلاقاتنا معها هلا المنطقة الزراعية الخطة اللي عم نشتغل عليها هي انه نعمل زراعة مستدامة اكيد ما فينا نعمل شفت مباشر ما بين من الزراعة العادية اللي بيتم فيها استخدام المبيدات والاسمدة لزراعة عضوية مباشرة نحن كمان هيدا هم انه نحن بالوقت اللي عم نحافظ فيه على الارض تاعت المحمية والمصدر المياه المهم الموجود بهذه المنطقة كمان ببالنا نحن المزارع الموجود لأنه الإنسان هو جزء لا يتجزأ من الطبيعة من البيئة من المحمية ونحن هم أن نساعده ونساعد نحن وياه على حماية هذه المنطقة لإلنا كمحمية ولإلهم هم كمان هالناس كاستثمار بمجالات المتعددة إن كان بالزراعة وإن كان بالصيد وإن كان بالسياحة فهيدا بصلب اهتماماتنا وهلأ عم نعمل على دراسات بتأسس لتطوير الخطة الإدارية للمحمية لأنه آخر خطة إدارية انعملت سنة 2004 ومن وقتها ما قدرنا نرجع نشتغل على الأبديت لهيدا الخطة الإدارية هلأ عم نعمل عدة دراسات أول دراسة هي دراسة اقتصادية اجتماعية لكل المنطقة مش بس للمحمية الدراسة الثانية هي دراسة اقتصادية لتقييم الأنظمة الإيكولوجية وما تدره يعني عم نحكي قيمة المادية هيدا الشيء رح يساعدنا إنه نضوي للناس على قديه الأنظمة الإيكولوجية عم تعطي خدمات حتى لو أنتم مش واعيين لها هي لها قيمة وإذا قرشناها حتشوفوا قديش هي مهمة وبالتالي قديه مهمة نحافظ عليها وكيف بنحافظ عليها مش بإنه نتركها بل بإنه نستخدمها استخدام مستدام وهون بيجي الاستخدام القائم على مفهوم الأنظمة الإيكولوجية Ecosystem Based Approach والدراسة الثالثة هي دراسة التنوع البيولوجي بمختلف أوجهه عم نحكي الطيور وانعملت هالدراسة على أساسها نحن بالبروسس لأنها تكتسب المحمية صفة الـ IBA Important Bird Area لأن الدراسة أثبتت أنه هي مؤهلة لهذا التصنيف نحن أوريدي هلا بدي احكي عن تصنيف ثاني بس خليها بعد ما اقول شو هن الدراسات اللي تنعمل، حينعمل كمان دراسه جديده لاعاده تقييم التنوع البيولوجي بالبحر ونباتات تعيط المحميه. بدي اقول انا انه المحميه مش بس مصنفه كرامسار سايت انه هي واتلاند، كمان هي مصنفه كسباني وهي بتعني انه محميه
بحرية ذات أهمية متوسطية especially protected area with Mediterranean importance. فالمحمية اكتسبت هيدا التصنيف بسنة 2013 عملت دراسات عليها وفازت إذا بدنا نقول بهيدا التصنيف لأن هي مؤهلة وسنة الماضية عملنا إعادة تقييم لوضع سبامي وطلعت جيدة ولكن تحتاج إلى تطوير إحنا هلأ عم ننفذ التوصيات لهذا التقييم بالمحافظة وتطوير هذا الموقع تحت هذا التصنيف فهذا التصنيف الثاني وبدي أقول إنه المحمية فيها أربع أنظمة إيكولوجية هذا الشيء كتير مهم قدي بمنطقة صغيرة نسبياً فيها تنوع كبير بعدد الأنظمة الإيكولوجية وهذا كمان شيء إضافي بيميز المحمية شاطئ سور إنه فيها أربع أنظمة إيكولوجية فيها الساند ديونز يعني الكثبان الرملية فيها الويتلاند هي مصنفة كويتلاند هذا كمان تاني نظام إيكولوجي فيها النظام الإيكولوجي الزراعي وفيها النظام الإيكولوجي البحري وهذا اللي عم بقول أنا يعني عن جد نحن فخورين فيها لمحمية شاطئ سور بهذا التميز اللي تحتويه وبالتصنيفات المهمة العالمية الحائزة عليها وهذا الشيء ما صار بس لحاله أكيد هي المحمية فيها المقومات الطبيعية ولكن الحماية اللي حافظت على هيدي الأساس إذا بدنا نقول هو اللي خلاها كمان تكتسب هيدي التصنيفات العالمية ونحن بنطمح إنه بعد نطور أكثر ونحمي أكثر والأكثر من هيك بنطمح إنه علاقتنا مع الناس المحليين إنها تكون علاقة سيمبيوتيك مش أنتاغونيستيك لحتى الناس كمان معيشتها تتطور مع المحمية مش بعكس المحمية وبالتالي نحن بنعتبر حالنا ساعتها نجحنا وهذا الشيء بلش من فترة لما سوي يمكن الصيادين لما بلشنا بالتعاون مع الاي سي ام نتعاون معهم وننفذ الصيد المستدام بالبداية بتعرف مثل اي مطرح بالمحميات ولا بالعالم بس بيكون في معارضة لهيدي الاساليب لانه بيعتبروها جديدة وهن مش معودين هيك وبيخافوا انه تكون هاي بس لحماية السمكة مش لحمايتهم هن ومش لمصلحتهم مع الوقت لمسوا قدي اهميتها وصاروا هن بيتعاونوا وصاروا اللي الصياد اللي بيخالف هيدي الاساليب المستدامة هن اللي بيوقفوا ما بنعود نحن نحتاج انه يعني نضبط هيدي المواضيع وهذا الشيء نحن مطمح ننفذه كمان مع المزارعين كمان مع السواح وهذا في برامج اوريدي موجوده رح عم ننفذها يعني يلا واتس نيكست وين رايحين هلا فينا نروح على المنطقه الزراعيه ونشوف برك راس العين وفينا من بعدها نرجع ننزل على البحر بالزودياك نعمل جوله ببحر صور الجميل وفينا نعكسهم يعني هيدي نحن راضي انا لاحقيك وعبالي ارجع فرجيهم كمان الخيام تيجوا يزوروا هالشاط اللي ما بيعرف انه في اكثر من 50 قهوه على الشاط ونفرجيهم كيف انتوا اعتنيتوا بهذا الموضوع وبعتون 150 متر تما يكونوا بالمي وما يلوثوا ابدا المي لحتى كمان نعطي مجال انه هيدا الشاطئ الرملي العريض الفريد من نوعه بلبنان انا بدي اقول اذكر شغله يمكن نسيت اقول انه بكل لبنان ما في كثبان رملية الا بمحمية شاطئ سور يعني فقد الشاطئ اللبناني هالميزة الوجود الرمل بهالعرض على شواطئه ما بقى موجود الا بمحمية شاطئ سور وموجود من ضمن نظام ايكولوجي متعافي عشان هيك نحن لما بنقول ساند ديونز ما عم نقول نحن برجع بكررها انه مجرد رمال هي الى اهمية عالية ب التكامل ما بين عناصرها والتنوع البيولوجي المتجانس والموجود بانسجام لحتى يقدر يعطينا الخدمات البيئية المجانية من ضمنها الويتلاند يعني ما حتكون في كان ويتلاند لو وجود هيدي الرمال بهيدا الشكل النظيف عم بحكي بيئيا نظيف يعني سليم طيب هيدي تبعي دخلك
هيدي هون كده. هي اللي بحبها انا. انا حسيت حطيتني هون فبتسأل علي بس هي هيدي اللي بحبها انتوني. هي بحبها كثير، هيدا اللي بتدب بتلزع على الايدين، هيدا اللي بيستعملوها تينطفوا فيها. انت طيونة قلبي هيك. هيدي بيستعملوها تينطفوا فيها الصبار. طيب مارك، صار لنا ساعة سوا ما بنشبع منكم كلكم ومش مكفيين، بس ما بدك تاخذنا نتروق؟ انا يعني ليك شو كل مرة عم نقولها مع انطوني، مع انطوني صار لك شهرين كله تمام، بدي اخبركم انه ما عم نتروق لانه بيمشي على الساعة 5 كل محلات مسكرة، بنبلش نصور قبل، بليز خدنا نتروق. طيب اول ما اخلص فول وحمص علي. يلا يلا خليكم، عنا بعد كثير وقت، بعدنا يعني. بعدنا لبعد بعد 7 بعد 8 الناس نايمه. رح نكفي هلا من هون، نتمشى على المنطقه الثانيه والثالثه والرابعه ونرجع نقرب على المي، واكيد بعدين في عنا ترويق غير شكل، لانه اللي بيجي على السور وما بياكل فول وحمص مثل كانه راح على روما ما شاف البابا. هالقد اهم فول وحمص بالعالم بتلاقوه بسور، ومش عن محل، عن محلين وغيرهم. فالشبيب اليوم معي ضروري لازم طعميهم صحن غير شكل. طيب ليتس جو. يلا اسرع. كمان معرض السلاح ده اهم شيء. تعذرنا انه نشوف السلاح فيه عم تبيض ولا هم عم بيفقسوا، بس اكيد نحن عندنا معرض سلاح عملناه بمشروع ايطالي سنه الماضيه، وعملنا مكبات كل وحده بتحكي مرحله من مراحل حياه السلحفه، وفي بوسترات يعني كثير توعوي لذيذ. هو صغير بس بيعطي فكره واضحه عن السلاحف، هو opportunity انه اللي ما قادر يشوف السلاحف لانه ينطرى هي وجاي لتطلع تبيض ولا هي وعم تفقس، هيدي opportunity انه يشوفها قدام عيونه، وعن جد هي كتير حية لدرجة انت تفكرها حقيقية. فهي حتكون كمان نحن جاهزين، رح نمشي هلا نفرجيكم الطريق الحلوة، نلتقى على الرأس. مارك اذا على الطريق لقيت شيء عبالك تخبرنا عنه انا جاهز. هول مش معقولين، هول شو حلوين، كيف منزقين هلا ببرك راس العين. رح نشوف بعد منهم على احلى، لان هون عم نشوفهم على خشب، هونيك عم نشوفهم كمان على بلاطات كثير منظر بعقد. سام فخوري بيقول لكم هاي من انتاركتيكا، وعدناه انه بيزبطوا المطارات ونحن رح نعمل له زياره. اوه هيدا انا بدي اروح لهونيك انتني معك. يلا بحطك بالشنطه. اوكي بتسير انت بالشنطه. انا بالشنطه بروح. لازم نذكر انه نحن بمحمية طبيعية، وانه بلبنان في 16 محمية طبيعية، وبعد بدنا كتير نشتغل ليكتروا هالمحمية الطبيعية. قديش بتعتقد لازم نوصل؟ كم محمية بلبنان؟ مش قصة قديش لازم نوصل، اكتر من العدد اللي لازم نحميه. يعني نحن حاليا حسب اذا نشوف تعرف كبيرة مع المدى الحيوي بيقولوا انه نحن صرنا ب 5% من مساحة لبنان. هلا اذا لا ممكن نحن تحت 2% بعدنا، من عم نحكي محميات تيرستريال يعني. فبدنا بعد مساحات اكثر، وبدنا ايكوسيستمز اكثر. يعني ما بكفي بس انه نحمي ارز، بدنا نحمي هيك مطارح، بدنا نحمي الغابات الوسط، الاساس اللي على الساحل القريق. يعني مثلا في كثير بعد مطارح بلبنان لازم نحميها، بس المشكله قلت لك الملكيات والمشاكل، وعم ندور على كثير من هالمناطق. فنحن هون بمحميه يعني تابعه لوزاره البيئه، وبعدين بلكي بنبقى ندور اكثر شو المحميات، شو الفرق بينهم وبين غير اساس. اي جود، بنكفي على المعرض تبع التيرتلز او بنروح محل ثاني هلا؟ نروح على راس العين. اليوم رح ناكل فول وحمص وفتة وبليلة.
هول هول شو حلوين. Beautiful. تقريبا 3.8 3.9 or 4 square kilometers. تمتد من مدينة سور على حدود النقورة. اوكي بناخذ 10 minutes break لانه رايحين على منطقه ثانيه فيها برك مي حلوه اللي هي بتشرب كل منطقه سور بارت اوف ذا محميه بس الطريق شوي طويله ف 10 minutes خليكم منكفي بزيت لايف بزيت الفيد برجع بقول لكم بعد عنا خيام راس العين برك راس العين الخيام والمطاعم يلي على المي رح نرجع نمشي على البحر وتسمعوا الصوت وبعدين رح نكون ب مدينة سور تنتروق ترويقة غير شكل stay tuned برجع بشوفكم بعد maximum 15 minutes maximum promise يلا باي راس العين الشهيرة بجفتها لك راس العين لأنه فيها البرك برك راس العين الطبيعية يعني هي بتنبع من الأرض وعمروا الفينيقيين يعني عم نحكي من 5000 سنة على عهد الرومان برك من حجر حوالين هالينابيع المي لا يحصروها ولحتى يوجهوها لعدة استخدامات عمروا أناطر أكيدكس بنسميهم لجر المياه لمدينة سور من هون وبعد في مطارح فيها أثار من هيدي الأناطر بس البرك بعده موجودين وبحالة جيدة جدا وهيدي المي لحد الآن بتعطي كل مدينة سور المياه المنزلية وبتعطي كل منطقة راس العين مية ري للزراعة لأنه هي منطقة زراعية بامتياز لأنه الأرض خصبة ومصدر المياه موجود وأكيد الجزء المتبقي من هيدي المي بينزل على البحر كان يمرق عبر مطحنة طحونة كانت تشتغل على قوة المي وبعد الطحونة موجودة بدها ترميم بدها شغل والمياه اللي تنزل على البحر تعمل اختلاط من المي الحلوة العذبة بالمي المالحة تاعت البحر هذا الشيء اللي بيخلق تنوع بيولوجي رائع هون نحن كمحمية عملنا بركة اصطناعية جبنا شقفة من المي وجريناها لهون ليه؟ لأنه نتذكر انه المحمية تقع على خط هجرة الطيور عملناها مثل محطة لاستراحة الطيور المهاجرة وفعلا استقطبت هيدي المنطقة خاصة بأيام هجرة الطيور العديد من الطيور وكمان فيها هلأ إذا منشوف فيها سلاحف مش السلاحف البحرية سلاحف المياه العذبة والأنهار وفيها بط وفي الأنواع القصب والنباتات كمان المائية هاي كان في هون مصطبة إذا بدنا نقول للنزهات عملناها بس للأسف بدها ترميم أنا ما حأمشي عليها هلا مزبطة بدي نرجع نحكي عن مارك هول الشجر هول قصتهم قصة هول شيء مهم كتير يس هيدي البلانت اسمها فيكو سيكومور يلي معروفة هيدي كلها هلا لازم تفرجي كتير اذا بدك هونيك كانت الفوت على احمر امبرسيف بس فيك تفرجيهم من هون يلي بنسميها بالعربي الجماز عندها اسم ثاني يعني نقلها جميزة لعنا ما هي مش ما هي كلمة هي هيدي البلانت كانت كتير مزروعة بلبنان قبل في كتير منها بصور هي اللي عطيت اسمها لشارع الجميزة بالاشرفية
سو قد ما كان في منا يعني it's a very important plant بكذا ديانة يعني وخاصة بالعهد القديم حتى مذكورة مرة بالإنجيل مذكورة 7 مرات بالعهد القديم it's a very important plant عليها فروت شكله مثل التين yes هي من عائلة التين وبتطلع بس على الجذع ليك إذا بدك حتى بالإنجليش عندها اسم اسمها بسموها فيج مالبري هي it's a fig okay يعني هي من عائلة التين بس أنا شوي بيشبه المالبريز يعني إذا تطلع عليهم هيك بسموها فيج مالبري لما بتطلع لما بيطلعوا فواكه على الجذع هون كتير امبرسيف إذا بتشوفهم كانوا من فجأة لفوق هيدا الشيء حكينا عنه من يومين تذكر بنسميها كولي فلوري أو كولي هيدا العتة الكولي فلوري يعني معناتها شو عم بتقول هي للبولينيترز للأكل للعصافير للحيوانات أنه ليكوا الفواكه تبعي هون شوفوهن على القريب تعوا كلوني كبوني لأتكاتر سو هيدا الطريقة تبعها مثل الكاكاو يعني اللي بيطلع دغري على الجزع واو أنتوني برافو ايه باشبك 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 سو منيح شفنا الجماز هون اوكي خلينا نشوف الجماز هلا كله بيصيروا هيك احمر يعني بتغطي كله هلا موسمه يعني هلا موسمه بتتاكل لا عندها فوائد طبيه شوي بس مش بتاكل في فينا نفتح شيء وحده ما بشوف في بقلبه شكلها كثير مثل التين مثل التين اكزاكتلي مثل التين طلع ايه انه في ناس بياكلوها بس مش طيبه يعني مش انه شيء هلا كثير طيب اوكي وراها بس ما زلنا هون هيدا ايكو سيستم اكزاكتلي انه انت بمطرح حد المي فليك شو حلو هون عنا النعنع في اخصائية طالعة عنا المي وهيدا التيفة يلي هي تيبيكلي انه انت على وتلاند هون وهونيك في شيء كتير مهم اذا بتطلع عليه لك وين هونيك بقول لك هيك طالع طالع ضربنا هي طالع هونيك ما مشي حاله هيدا كتير قريبة على لا ما في اذا مش رح تبين بلكان انه هي هون بس انا هاي هيك على هاي هي هيدا نوع سيبيروس يعني هيدا هي اقرب شيء على البابيروس اللي كانوا الايجيبشنز يعملوا منه الورق اوكي سو هيدا البلانت ورق البرده يعني ايه يس هيدا هي بس اي وحده اللي هون هي ما كثير مبين هلا مقرب عليها الصوره من هون رائعه رائعه واو ماركوس لقى حدا يتصيد معه طلعوا من الفيو امبرسيف واو لوفينج ات اوكي هات نروح نشوف شو عم بتصيدوا نحن من الزراعه هلا اخذت صراحه زرعناها اول مره زعتر ل ديمونستريشن بلوت للمزارعين انه في زراعات بديله ممكن انه نستبدل فيها الزراعات التقليديه اللي ممكن تسمم البيئه والطبيعه وما كثير عم بتدر مصاري الزراعه له كثير مستقبل بكل لبنان لانه او صنع مصدر منه لبرا وعم نصدر ثقافة الزعتر مش زعتر بس كأكل كثقافة هو نبتة طبية نبتة غذائية ونبتة مفيدة للطبيعة منا مؤذية لانه ما بتحتاج لمبيدات ولا اسمدة لزراعتها فنحن بنطمح انه من ضمن هيك مشاريع صغيرة نعمل مثل إضاءة للمزارعين إنه شو ممكن يستبدل الزراعات اللي بطلت عم تدر وتحتاج لجهد كثير ولا يعني استثمار كبير لحتى يرجعوا منها مردود يمكن قليل أو في ريسك عالي بينما الزعتر ما في ريسك لأنه قد ما ينتج بضل في تقوله تسريب خاصة إنه عم تكتر بالعالم الناس اللي بتطلب الزعتر لأنه عم ينشرها وما نقولش مطعم ايتونا ماركوس شو تعلمنا؟ دايما نتعلم يلا شو والله بتصيدوا الفرش يعطيك العافية استاذ ما شاء الله ولا سمكة لا شو هي شو عم تتصيد؟ سمك ايه شو اسمه شو النوع؟ ما بعرف اسمه الحقاني يعني كبرى قديش تقريبا بيطلع ماكسيموم معك؟ هلا هون بيطلع كبير وصغير بس برجع برمي كله على المي بيطلع من لحب اللي هالقد لحتى نص كيلو قريب اوكي اوكي بس من مثل ما بقولوا مأزق قاعد بالبيت بيجي بتسلم شنو برجع برميهم بالمي ما بيشد يعني هواية هواية بس يعني عبّلوا للأسفلانين لأنه صح طلعت بطلع بصيادة عن نقورة فقال بك وهنا مش طيبين كمان حسن فيه مثل خين زنخة يعني إذا الواحد بدون نضفه بيقرف منه يكون يا فارش يا كارب بالمبدأ يعني سمك مية الحلوة جامل زنخة سمك البحر مستحيل سمك البحر تاكلها مية وزي ما هي من مجاز يلا نزل نشوف يلا بلا البلاتفورم الشغل شوف حاضر هيك الاصبط على الحبل وعم بيشتغل
لك هول الناس يعني البشر حطون او طلعوا بالطبيعه وحدهم؟ حسب حدا بيعرف. السمك سمك لا من المي، من المي هي اساسا. هيدا المي ما كانت هون، هيدي كانت حفره كبيره، هيدي من الثمانينات. هيدا الحفره هون كانوا شيلوا منها تراب لتربوا بس اراضي جديده مثلا زراعيه، مثلا جبل ما فيه تراب، بيجوا ياخذوا تراب من هون يتربوا الاراضي ويزرعوا فيها. كان بعد لورا القصر هودي شوي تقريبا عند الشجر لهونيك، غمقه بالنص تقريبا شيء 15 متر او 20 متر. بعدين على طول هيك هيدا المي كانت محوله على البحر لتحت، تنزل من هونيك، عملوا لها مجرى مي من هون، صارت تجمع فيها المي هون. هلا وين ما تروح فيها مستقنع مي حلوه، فيها سمك بقلب. في بركه على مفرق المنصوره، مش عارف رايح لبكمين، رايح خط المعوره، بشعر المعوره. ايه. اخر محطه بتطالع ايدك اليمين بوجه، هيدي ملك لواحد يعني، هو عنده بستان وعمل حفره كبيره صار يجمع فيها مي. المي اللي بتروح من عم راس العين، نهايه الخط اللي بتروح فيها المي بتصب عنده. فيها سمك كمان، فيها حتى 5 كيلو 6 كيلو قديم كثير. مي تريت. ايه. هو حاطط كمان. لا بروح من المي. ايه بس تريتات. إيه شكلها مثل بوري لا؟ لا لا مثل هيدي. مثل هيدي؟ نفس الشيء. علي متقرب على المي كثير. طلعت دايما او يعني ضربت هيك ضربت هيك هلا عم تاكل بس هلا عم تاكل او صغار صغار عم بتسحبها وبتنزل فيه. نزلت هاي وحده وما لحقنا شيء. سريعين ها؟ ايه قول انا فاشيك شغله حلوه فرجيني شغلة. حدا معه كنيف او شيء سكينه بالسياره كنت تخبرني من شوي. هذا بدك سكين؟ ايه سكين. سكين من عند الشخص اللي عم يتصيد. ميرسي معك. شوف فكرت بالمايو بقدر اضرب سكين نقزني. بتعرف انقلب على هيدا الفرجيني ما تخاف ما تخاف قلب. هيدا البلانت هيدا عم نحكي عنها كنا قبل شوي. يس سو هي اقرب شيء على البابيروس يلي موجود بمصر، البرده يلي بيعملوا عليه الورق، عرفت البابيروس عم نحكي عنه؟ صح. فزعل انا ما راح احطه في هيك الحلوه، راح احطه في وحده من هون تفرجيك شغله كيف كانوا يعملوا من زمان الورق. اكيد مش من هي، عم نحكي كثير قريب عليها. دائما اذا بتشوفها هون السكشن هي تريانجولار، في مثل تريانج، راح قصه هيك اضبط لنفرج السكين منه كثير قوي. بين لا؟ هيك صح مثل تريانج؟ صح تريانج. اوكي 100%. سو كانوا يقصوا هيك واحدة من هون واحدة من هون هيك والثالثة من هون وبياخدون هول الترينجلز هيك بحطون بياخدوا من هيدا من جوا البيضة هيك كتير قريبة يعني هيك شوف كيف هو البيض بياخدوا هول البيض وبصيروا يحطون واحدة حد الثانية حد الثالثة حد الرابعة بيجوا بحطوا فوقهم بالعكس وبصيروا يحطوا عليهم رولو ليتجوزوا بعضهم بتصير ورق. اوكي سو عم تشوفه مثل الايجيبشن بابيروس القديم تبع الفراعنه هيدي هي هي اقرب وحده عليهم اوكي كسبيشيز هن بيتجوزوا بعضهم بمعنى بيلزقوا على بعضهم هن فيها مواد لما بحطوا مع المي بتصير تطلع هيدي المواد بلزقوا بتصير مع الوقت هي الورقه اللي كانوا يكتبوا عليها من ديسبلانت هلا اكيد مش هي هيدي اسمها سيبيروس يمكن ارجو شيء هلا سبيشيز بينما هديك اسمها سيبيروس بابيروس سو اتس ديفرنت شو في عم تضحك جات مارك جات اوكي بخبرك بعد تخيلت اذا بتاكل كمان ما بدي قصة اوكي بس اذا باخذها هيك وبقلبها هيك وبحطها هيك اوكي بالمي هيك ايه هول الفلاورز بيلتقوا بالمي بتتكاثر وبتصير تطلع بيرجع بيطلع عن جديد سو جاست يو كان تيك ات حطها بقنينة مي وبتتكاثر هيك اوكي معقول يطلع رز هون؟ ايه انه فيك تزرع رز يعني امبارح شفنا نحن بعكار كانوا يزرعوا رز من زمان بس انه منا جد وقت اقتصادي وفي كثير نبتة مهمة تعال نشوفها هون اللي بحبوا الووتر بلانت سو يحيى ما كان قريب كثير عليها ايه بيتصيدك ما تعطي الهم هيدا اللي بيستعملوها بالاعراس ايه وهيدا بتشوفها كثير وقتها كانوا البينترز يرسموا هيدا هي التيفا اسمها نوع من الريد يعني طلع هون في ماي ليك كيف هيدا ليك كيف هونيك الفويكة تبعها شفتن؟ تبعت كيف هي ومسكة؟ ايه وبتصير مثل ال هون الفويكة تبعها يلي رح يتكاثر ويكبوا تكييف تمشي على كل الماء كويت في شغلة إضافية إنه في ست بسور
عندها مشغل عم تعمل سلال وورق واشياء من ورق الموز الموجود بكثره بالسهول الجنوبيه ومن القصب ومن اي شيء في الياف عم تعمل منه ورق. حتى عملت من الرز من الذره. عندها مشغل هون بمؤسسه الامام الصدر. اذا راح نشوفها عن تاني إذا بتحبوا تشوفوها في دقلة لازم 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 فيكم تصوروا عندها الأشياء الحلوة. احنا قربنا على البحر ما فينا ننزل من هون بس بعدنا بذات المنطقة. سقنا ربع ساعة على الشط باتجاهنا أورا وبعدنا على البحر بالمنطقة الزراعية يلي هي من ضمن المحمية. نكست ستوب ما تخانق صرنا لايف ما عم نتخانق. ايه نكست ستوب يلا وين نكست ستوب مشيت بشعر بسيطه يعني تصدقوا عم نتخانق. هلا نحن بدنا نرجع من ناخذ السياره من حد البرك يمكن منتبهتوا لها لانه مسيجين. هذا طبعا تسييج شوف البرك لانه اسمه برك رسلين بعد ما شفناهم هيدا بعتقد ما حفينا نفوت على يعني هالإنسان عملها اوكي هوليك البرك القديمين اوكي ما فينا نفوت لانه في حديد حواليهم حماية حماية لانه ممكن بدنا مفتاح ومش اخر نروح هلا نكست ستوب على هلا فينا نروح على المركز اللي قلنا لحتى نشوف معرض السلاحف جريت ومن بعدها بنكفي على البحر بيرفكت اتس وورث ذا ويت 10 مور مينتس وبنفوت على متحف السلاحف. يلا ار يو ريدي خليك معنا رح نبقى بزيت لايف متمشى ربع ساعة ونحن نكون معكم. باي باي. هلا نحن جينا على معرض السلاحف. تفضلوا. هلا مثل ما شايفين هذا المعرض بيحكي قصة حياة السلاحف. والمشاكل اللي بتعرضوا لها او التهديدات اللي بتهدد المخاطر على حياتها بشكل عام. السلاحف من بين 2000 بيضه او من بين 1000 بيضه بيوصل لعمر الماتوريتي بس 2. هيدا من كثر المخاطر اللي عليها. اول شيء السلاحف ما بتحضنهم الام بتبيض وبتتركهم وبتفل بترجع على الشط. بيرجع لما بيفقسوا في ببلش المخاطر من مطرح ما بيفقسوا لانه في لهم اعداء طبيعيين وهم موجودين عندنا بشاطئ سور اكيد مثل ما موجودين باي مكان موجود فيه السلاحف لانه هو جزء من التنوع البيولوجي منا السلطعون منا الكلاب منا الثعالب هول موجودين وبيحشوا لانه بيشموا ريحه البيض. سو بتبلش القصة هون بتبلش القصة هون هيدي بتوصل بتحفر مظبوط بتطلع على الشط بتضلها اسبوعين تراقب بالمي الشط اللي هي بدها تجي توضع بيوضع فيها. ليه؟ لانه هي مثل ما قلت انه بتبيض بتتركهم وبترجع بتفل فبدها تأمن على القليلة انه هي حطتهم بمحل آمن. سبقتيني على السؤال من شانك بتنقي صور لانه ما في ناس ما بتروح بتحطهم ببحر في ناس بتسبح. فهي تاريخيا بتجي بتبيض بهذا المكان. ليه؟ لانه في الشاطئ الرمل العريض الملائم لانه هي تجي اذا بلاحظ هي في عندها زعانف ما في عندها ايدين واجرين تمشي على الصخر مثلا فهي بحاجه لارض طريه رمليه مش بس تمشي عليها لحتى تحفر لانه بتحفر مينيموم 40 سم. هيدا عم نحكي عن سلحفه ذات الراس الضخم يعني اللوجر هيد. بينما اذا عم تحكي عن السلحف الخضراء بتحفر متر ونص بيوصل لمتر ونص حفر بالارض لحتى تحط بيوض عليها وهذا لسبب وجيه انه بدها تحطهم بمكان من الحراره ملائم بعيد عن المي انه الرطوبه كمان تكون ملائمه ولكن ايضا ما تكون سطحيه ما تكون قريبه للسطح بشكل انه الاعداء الطبيعيه تطالها بسهوله. يعني معقول تتسبح تروح على فرنسا وترجع ترجع تبيض هون؟ نعم. حتى في عنا الجميل بالموضوع انه الشاطئ الرملة عم تجي تعشش فيه
ولكن بحر صور كله هو موئل دائم لها، يعني بتعيش فيه كل السنة. وعشان هيك إذا عندنا تشانس كبير نشوف السلاحف كل السنة هو بالبحر معقول. مش على الشمس. معقول نطلع نشوفهم اليوم؟ معقولة معقولة، خاصة إذا سياح حافظ مكانه. طيب كيف بنبلش؟ هلأ باضت وبعد 55 يوم بفقسوا، هيدا العش كيف عم بفقس ويطلعوا على الرمل يزحفوا ويروحوا صوب البحر. عندهم براسهم ميكانيزم طبيعي الله خلق لهم اياه، بيستهدوا على البحر، بيعرفوا الاتجاه الصحيح اللي لازم يروحوا عليه. ولكن لما بيكون في لايف بوليوشن مثل ما بهيديك المكات هون، هيدي المكات بتحكي معظم المخاطر اللي بيتعرضوا لها بشكل انه البحر لهيدا لهالماء، ولكن بتلخبط لما بتشوف اضاءه بتفكر انه هون غروب الشمس، لانه الشمس هو مثل معلم لها تستهدفيه، فبيروحوا صوب الضوء وبيضلهم رايحين صوب الشط وهون بيكونوا ضاعوا. هن زاحفين على الشط. من المخاطر كمان اذا لما بيطلعوا الفور بيل درايف على الشط، وهذا اكيد ممنوع ولكن في هذا النوع من التعديات، ممكن يمعصهم، ممكن يقسمهم الارض اللي عم يزحفوا عليها، ما يقدروا يمشوا على الشط كما يجب. ممكن النفايات اللي هي موجوده على الشط تاثر عليهم بانه يعني ممكن تعقد لهم طريقهم، ممكن بالغلط ياكلوا شيء يبلعوا، بس الاكثر شيء النفايات بتاثر عليهم بالبحر على الكبار. هون مثل ما شايفين انه السلاحف علقانين بالشبك تاعوا الصيادين، وعادة السلحفة الكبيرة بتعلق بالشبك لانه الشبك بيكون علقان عليه سمك، بتيجي لتاكله بتقوم بتعلق بالشبك، بتصير لتخلص حالها بتخزق الشبك. فاجمالا وخاصة هذا كان نشوفه كثير بالزمانات انه الصيادة عدوته هي السلحفة لانه عم تخرب له رأس ماله. فمؤخرا مع هذا المشروع لإقامة هذا المعرض كمان عملنا مبادرة حلوة مع الصيادين، وزعنا لهم لمبات لونهم أخضر يعلقوهم على الشبك تعاون هيدا ببعد السلاحف. مباشرة من بعد ما علقوا هيدا الإضاءة هيدون اللمبات لاحظوا هم قدي مطرح اللي فيه هيدا الضوء الأخضر ما في ولا سلحفة عالقة، بينما بالجهة الثانية من الشبك اللي ما في عليها هيدون اللمبات في سلاحف عم تعلق. فهيدا شجعهم انه اول شيء يرجعوا يطلبوا منا انه ياخذوا هدول اللمبات، هذا كثير منيح كتواصل ما بين الصيادين وبيننا نحن، فتحنا هذا الديالوج وخلينا نصير نتعاون. وهذا الشيء بالنسبه لنا نحن خلينا نخلص السلاحف من هذا الخطر او الصراع مع الصيادين، ومن جهه الصيادين خلصنا شباكهم من انه يتخربوا بالسلاحف، صاروا كمان بهذا التواصل معنا صاروا هم اصدقاء السلاحف، بدل ما يعني يضربوها على راسها لينتقموا منا انه جاي تخرب لهم الشبك، صاروا هم يخلصوها وصاروا يساعدوا معنا لحين هلقيتهم. هيدي البوستر بتفرجي اذا هلا بنشوفها من ندور عليها، كمان بتفرجي يعني دورة حياة السلاحف كيف بتصير مع مختلف مراحل حياتها. فهاي هي قصة السلاحف والمجهود اللي مطلوب منا نحن مع عدة شركاء محليين لتعاون لحتى نخفف مخاطر عليهم ونزيد نسبة الإنقاذ، يعني بدل ما يضلوا 2% بيوصلوا لعمر النضوج والتكاثر، لا بيصير في عنا يعني ممكن مع الحماية انه يصير في اعداد اكبر. وجدير بالذكر انه نحن هلا عم نعمل من ضمن المشاريع الاوروبية اللي عم ننفذها مشروع لخلق شبكة مراكز انقاذ السلاحف في عبر المتوسط تيرتل ريسكيو سنتر. نحن المحمية اللي قلنا في عنا تيرتل فيرست ايد سنتر، عم نطوره شوي شوي ليصير مركز انقاذ للسلاحف.
بس نحن كمان عضو بهيدي الشبكه اللي هلا عم تنخلق، التشبيك بين معظم المراكز انقاذ السلاحف عبر المتوسط لحتى نتابع السلاحف وكلنا نضافر جهودنا مع بعض لحمايه السلاحف. هيدا هلا عم يتطور ويتنفذ هيدا المشروع، اسمه مشروع كومون، اطلقناه نحن من شهرين بحفل اطلاق وخبرنا المجتمع المحلي عن خطواته. بيحكي بشكل دقيق عن النفايات البحريه وتاثيرها على الحياه البحريه من ضمنها السلاحف البحريه، فهيدا ان شاء الله رح يساعد انه نحن نحمي السلاحف ونساعدها. رح ننزل نفرجيهم هلا المطاعم والشط البحري. هالشط يلا ليتس جو. لكن اذا عم تلاقونا هلا وقت امورني بلشنا بكير، يلي عملناه نزلنا على محميه سور، فمحميه سور برمنا اياها برمناها كلها سوا، بلشنا اول شيء بالشط، بلشنا بالمنطقه اللي هي منا رمل، شفتنا على معرض السلاحف تنفهم شوي كيف بيشتغلوا كيف بيتصرفوا، وهلا نازلين على هول الخيام او المطاعم اللي كثير مشهورين في 50 وحده بعاد تقريبا 100-150 متر عن المي، وبتبلشوا من الاول بتضلكم تمشوا للاخر تقريبا شي 2 او 3 كيلومتر، مشي حلوه، رمل كثير حلو، مي كثير حلوه، وكثير نظيفه، فرح نعمل تمشية سريعه من هون للاخر قبل ما اقول لكم باي ونكفي، يمكن نطلع لايف هلا بعد شوي بعمل ترويقه غير شكل فول وحمص لانه بلش الجوع يضرب اكيد مع الشباب مشان مش طالع حسن. لا تتعبوك. الخيام رقمين رقمين from 1 to 50، كل واحد في قدامه كراسي طاولات، كل واحد بيقدم الاكل اللي بده اياه على ذوقه، فيكم تنقوا اللي بدكم اياه، كل واحد عنده زبوناته اكشلي. فيلا رح نمشي من اول لاخر، رح اوقف احكي لان صوت الموج رح يغطي هون، بتحسوا حالكم ببي واتش.
great morning. شو هالنهار رائع. الفرنساوي اللي موت أبرتشاه 6000 تون. إن شاء الله الكل يعرف قيمة وعي بكير. وعوا بكير، قلعوا بكير. هلا الساعة 9، الناس عم توعى ونحن صرنا مخلصين ساعة ونص لايف. وهلا بعد عنا كتير أشياء، عم نفتش على محل موز، عم نفتش على جنينات رح شوفر، أكيد في الترويقة وغيره وغيره من الوقفات. Thank you. إن شاء الله يكون بسطتوا بهيدي البرمة، إن شاء الله تكونوا تعرفتوا على هيدي المنطقة الحلوة. من سور، من واحدة من أحلى مدن لبنان، من واحد من أحلى شطوط لبنان. Enjoy it. وإذا ما عندكم بلانز هذا الويك إند يلا ما تقعدوا بالبيت، اظهروا ولاقونا. Enjoy it and goodbye. بسطت كتير فيكم على بكره.